النهاردة ذكرى رحيل المبدع الكبير الأستاذ إبراهيم أصلان، واحد من أهم كتاب القصة القصيرة وصاحب الرواية الأشهر مالك الحزين، واللي تحولت بعد كده لواحد من أهم أفلام السينما المصرية وهو فيلم الكيت كات. في مثل هذا اليوم رحل عن دنيانا أيقونة من أيقونات القصص القصيرة، المبدع في سرد التفاصيل وصاحب المشروع المتفرد، الروائي الكبير إبراهيم أصلان. ولد إبراهيم أصلان في قرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وانتقل للقاهرة وكان يعمل في هيئة البريد، ثم تحول للعمل الصحفي وشغل في التسعينيات رئاسة القسم الأدبي بجريدة الحياة اللندنية، إلى جانب رئاسته تحرير إحدى السلاسل الأدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة. عاش واقع الحياة البسيطة وتفاصيل أهلها، فأبدع بحيرة المساء مروراً بروايته الأشهر مالك الحزين، وحتى كتابه حكايات فضل الله عثمان وروايته عصافير النيل. حصل أصلاً على عدد من الجوائز، منها جائزة طه حسين من جامعة المنيا عن رواية مالك الحزين عام 1989، جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2003 و2004، جائزة كفافيس الدولية عام 2005، وجائزة النيل للآداب عام 2012. حظيت رواية مالك الحزين تحديداً على اهتمام خاص، فصنفت ضمن أفضل 100 رواية عربية، ولاقت نجاحاً على المستويين النقدي والجماهيري، وتحولت إلى فيلم يحمل اسم الكيت كات. رحل إبراهيم أصلان في 7 يناير عام 2012، وترك لنا 9 كتب فقط، هذه الأعمال التي تنتصر للحياة وللواقع وللطبقة الوسطى. فأعماله قدمت كل تفصيلة خاصة في حياة المواطن المصري، وشكلت بعاداته وممارساته اليومية تحفة فنية عالمية.